أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية. عاد الحديث مجددا إلى الساحة السياسية عن وجود مساعي وجهود كبيرة تبذل لتأجيل الانتخابات البرلمانية وتمديد فترة ولاية المالكي. فهل ستجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد؟ وما هي سيناريوهات وتداعيات تأجيل الانتخابات على الوضع العراقي؟ وفي مصلحة من يصب التأجيل؟ وما هي مواقف وآراء الكتل السياسية حول عملية التأجيل؟ هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها اليوم مع ضيفي في الاستوديو الدكتور أحمد الأبيض، الباحث والمحلل السياسي. الدكتور أحمد، أهلا ومرحبا بك في هذه التغطية الخاصة. أهلا وسهلا. دكتور أحمد، يعني نحن مقبلون على الانتخابات البرلمانية الحالية في العراق، المؤشرات كلها تصب في خانة عدم إقرار قانون الانتخابات في سقف زمني يكون معه إمكانية إجراءها في الربع الثاني من العام المقبل وتحقيق رغبة القوى الأساسية الكبيرة. ما هو تعليقك حول هذا الموضوع؟ بدأ تحياتي لك لجمهوركم الكريم. الله محييك. لازم نستعرض فشيء دستوري قانوني حتى طيب. يصير أساس للحوار والنقاش والمشاهد يستفيد من ذلك. الدستور نص على قضية أساسية الحقيقة، أنه تجرى الانتخابات. نعم. يعني عمر البرلمان هو 4 سنوات تقويمية كاملة، تبدأ من الجلسة الأولى وتنتهي بعد 4 سنوات. أي بمعنى الجلسة الأولى اللي انعقدت في 14/6 عام 2010 تنتهي في 14/6 عام 2014. إذن البرلمان الدورة الانتخابية تنتهي في هذا التاريخ. ماذا نص الدستور أيضا؟ أنه الانتخابات العامة في البلاد تجرى قبل 45 يوما من هذا التاريخ، من تاريخ انتهاء ال4 سنوات. أي بمعنى أنه الواحد من مايس يعني القادم في عام 2014 هو الموعد النهائي. إذا كانت في نيسان فتجرى إحنا الربع الثاني. بس عفوا بس طيب. حتى الفكرة لا بس إذا تنتهي ولاية البرلمان في 14/6 عام 2014 نطرح منها 45 يوم في 1/5/2014 هو الموعد النهائي لإجراء الانتخابات. أي بمعناها إذا تخطى هذا الموعد دخلنا في إشكال دستوري. ماذا يعني ذلك؟ هذا الدستور. لاحظ أكو مشكلة أخرى فنية يعني لوجستية، أنه المفوضية تقول دائماً أنه أنا يجب أن يكون لدي قانون قبل 6 أشهر من هذا الموعد. أي بمعنى أنه 1/11 القادم، 1 نوفمبر، إن لم يكن هناك قانون مصوت عليه من مجلس النواب، المفوضية قد تتحجج أو تعتذر أنه لا تستطيع إجراء الانتخابات في هذا الموعد. إذن هذا هو السبب السباق الذي يحصل الآن، والضغط على موضوع تأخير إقرار القانون وتأجيله. طبعا قالوا للاثنين ثم أجل الخميس، وأنا للخميس والخميس سوف لن يكون هناك تصويت، وسوف يدفع ما بعد العيد. وما بعد العيد سوف ندخل ما يعرف بالكريتيكال تايم، في الوقت الحرج. هذا الوقت الحرج الحقيقة سوف يكون في اتجاهين، أما تمرير تأجيل يعني تمديد عمل الحكومة والبرلمان، وهذا ما يبدو أنك اتفاق بين رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء وحتى رئاسة إقليم كردستان، أو يذهبوا باتجاه الضغط القوى السياسية اللي تريد أن تخلق قانون انتخابات يطابق هواها. فهذا العامل الوقت اللي راح ندخل بيك حرج راح يضغط على باقي القوى بأن تتراجع وتتنازل. منها على سبيل المثال هو تمرير الصفقة الكبرى اللي أنا كتبت فيها مقالة يوم أمس، صفقة المقاعد ما تعرف بالوطنية التي هي التعويضية. التعويضية التي هي زائدا كوتة النساء، زائدا الكوتة الأخرى للأقليات، سوف يكون لدينا ما يقارب 100 نائب أو أكثر الحقيقة، أكثر من 150 نائب. هذول يكون ليس بطريق الاقتراع. نعم. وبالتالي يعني نصف البرلمان سوف يكون أما معين أو جايب الكوتة، وهذا طبعا مو بس مخالف الديمقراطية، هذا سوف يأخذنا إلى طريق خطر جدا. وبالتالي هذا الطريق أنه سوف نعود إلى برلمان هو أسوأ وأكثر حق تعقيدا من هذا البرلمان الحالي. هذه بإيجاز يعني المقدمة حتى. طيب، يعني عدم إجراء الانتخابات يفتح الباب على احتمالات سياسية، وهناك احتمالات بعيدة عن العمل السياسي، منها تمديد عمل الحكومة والبرلمان من خلال قرار المحكمة الاتحادية، أو يتم عدم الاتفاق على موعد طبعا إجراء الانتخابات، وفي هذه الحالة تكون الحكومة والبرلمان في حكومة تصريف أعمال.
وهذا الخطورة. وهي تصريف أعمال، الدستور والقانون لم يحدد مهام حكومة تصريف الأعمال ولا حتى مدتها. يعني الآن نحن نتذكر الكل أنه في الانتخابات السابقة حكومة تصريف الأعمال بقيت ما يقارب 9 أشهر حتى شكلت الحكومة الجديدة. يعني هل ممكن أن يتحقق هذا السيناريو في ظل هذه الإشكالات التي تتبعها الحكومة والبرلمان الآن؟ الأخطر من ذلك، وهو الأخطر من ذلك أنه في 1/5 راح عود التوقيتات. طيب، لأنه الآن ما يتحدثوا بالدستور، بس عندما تكون القضية تصف في مصلحة جهة معينة راح يتحدثوا لش بالدستور. أكيد أكيد. في 1/5 عام 2014 إن لم تجرى الانتخابات البرلمان سوف يعتبر فاقد الصلاحية والولاية، وسوف ينتهي عمل البرلمان من طبعا إذا ماكو تمديد من المحكمة الاتحادية، وبالتالي سوف تبقى السلطة الوحيدة مع غياب رئاسة الجمهورية، سوف تبقى السلطة الوحيدة هي سلطة رئاسة الوزراء، وهي طبعا سلطة لم ينص عليها الدستور في أي مفردة من مفردات الدستور عن شيء اسمه تصريف أعمال. نعم. وبالتالي لأنه شيء لم يذكر بالدستور هناك تفسير للمحكمة الاتحادية بأنه حكومة التصريف الأعمال بالعكس تتمتع بكافة الصلاحيات للحكومة الدائمية، وهذا التفسير. لماذا لم يفسر هذا التفسير في 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 الدستور؟ لا، هو الدستور يعني كتب حكومة تصريف الأعمال كتب بطريقة الحقيقة يعني كتب بطريقة بطريقة المخاوف، بطريقة عدم الثقة. هناك من يقول بطريقة عجالة، وهناك من يقول مبتالي. يعني ثغرات يملأ هناك الدستور العراقي. هناك كانت بعض القوى تعتقد أنه كلما تركت المسائل فارغة قانونيا ودستوريا وتشريعيا ممكن تحقيق ذلك في المستقبل مكسب سياسي، وهناك بعض القوى تركت هذه المسائل حقيقة لأن تكون المسألة يعني بها نوع من الفلكسيبوليتي، المرونة، كما يحصل الآن. طيب. يعني حمالة وجوه القضايا. طبعا كل هذه العوامل إلى آخره، قلة الخبرة، الصراع اللي كان موجود في البلد، المحتل، غيره، عوامل كثيرة. نعم. اليوم خلصنا من هذا الموضوع. احنا اليوم خلصنا من قضية انه دستور ومن كتب ومن كتب، الآن الدستور محطوط على السكة مثل ما يقول. محطوط على هي حقيقة. يعني اليوم الاستفادة جميل. اليوم الاستفادة من الخطر، يعني من تشخيص الخطر ووضع علاج له يجب أن يكون بشيء آخر. احنا اليوم حتى من نناقش الموضوع يجب أن نناقشه من خلال المصلحة الوطنية العراقية. طيب. وليس من مصلحة القوى السياسية. وبالتالي إجراء الانتخابات من تأجيلها من تمديد عمل الحكومة أين تضعيه؟ أنا يضعه أنا، هل سوف يخدم جهة دون أخرى؟ بالتأكيد. يعني نحن نقول من جهة المصلحة، مصلحة المواطن العراقي اللي فهمت منه، وليس من مصلحة القوى السياسية، لكن اللي يجرى حاليا على الساحة السياسية وفي الشارع العراقي كلها تصب في مصلحة الكتل السياسية. يعني أنا كتبت هذا الموضوع، هذه مغالطة بحد ذاتها، كتبت هذا الموضوع الحقيقة بإطار أنه تأجيل الانتخابات والحرب المفتوحة. حرب. طيب. يعني هذا شنو معنى؟ عفوا، هذا معناه أنه أنت إذا إذا إذا, إذا العمل الوضع السياسي في العراق قائم أصلا على صندوق الاقتراع، وبالتالي يجمد عمل هذا الصندوق، ما هو الطريق؟ ما هو الطريق؟ الطريق أنه أنت سوف تأخذ الأمور إلى اتجاه ثاني، ومصلحة المواطن تكون هي بعيدة عن المصلحة الحقيقية. لذلك أنا أقول أنه اليوم نقاش على المستوى السياسي في 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 كل مستويات السياسية طبعا لا يتطرق إلى مصلحة المواطن والوطن. هذا الموضوع خلينا نكون حقيقيين وشفافين بالحديث. طيب. مع الناس. وعندنا دليل على ذلك، بدليل ما صرح به البرلمان اليوم. أنا سمعت من أحد الفضائيات اتصلت بي بالفونو، قال أنه البرلمان يقول أنه العمل السياسي أفضل من كل شيء، يعني حتى التفجيرات وكذا سوف لن توقفنا. وهذا هذا الحقيقة هذا مؤلم. هذا أكيد مؤلم. أكيد. ها هذا مؤلم. يعني انت هي يعني التفجيرات لم توقفهم، يعني ما هو ماذا قدموا يعني، ما يعني هذا اللي اريد اقوله، يعني ماذا يوحي لك من هو المسؤول على هذه التفجيرات هذا اذا لم توقفهم؟ هذه التصريحات الحقيقه تصدر ليس من الكل، في بعض النواب طبعا وطنيين والشرفاء ونحن نعرفهم بالاسماء يصرح. طيب، ولكن لا، انا اقصد اللي صرح بهذا التصريح الحقيقه هذا يعتقد انه هنالك نوع من السذاجه عند المواطن العراقي. لا، المواطن العراقي اليوم يتمتع بوعي، لكن المشكله إنه هذا محاولة التجيش الطائفي وتجيش الناس على بعض تخدم صحيح، ولكن هذه سوف لن تخدم إلى آخر المطاف، سوف تنتهي في لحظة. طيب، دعني أرحب الآن بعضو اللجنة القانونية في مجلس النواب السيد مشرق ناجي. السيد مشرق، أرحب بك في هذه التغطية الخاصة، والمؤشرات كلها تصب في خانة عدم إقرار قانون الانتخابات في سقف زمني يكون معه إمكانية إجراءها في الربع الثاني من العام القادم وتحقيق رغبة القوى الأساسية الكبيرة، فما هو رأيك؟ واليوم أجل قانون إقرار الانتخابات إلى يوم الخميس المقبل، ما هي الصورة لديك الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين ولسيد ضيفك العزيز.
أكيد لا يمكن أن ننكر بأن هنالك قوة وكتل سياسية متنفذة تحاول عرقلة تمرير قانون الانتخابات لأنها تشعر بأن الساحة السياسية أو الوضع العام لا يخدمها في ظل الانتخابات المقبلة. لكننا خلال هذه الأيام الماضية عقدنا اجتماعات في اللجنة القانونية وكانت اجتماعات كبيرة ومؤثرة وأيضا معمقة استمرت إلى وقت متأخر من الليل، وكان يترأس هذه اللجنة السيد رئيس مجلس النواب شخصيا. تم التوصل إلى صيغ توافقية كثيرة في ظل قانون انتخاب جديد، لكن هنالك بعض الملاحظات من قبل الأخوة الكرد، وأيضا هنالك بعض الملاحظات من بعض الكتل السياسية والتي قدمت بصيغة تحريرية وخطية. نحن نرى بأن هنالك كتل تحاول أن تستأثر بمقاعد البرلمان وتحاول أن تضع عتبة انتخابية وأيضا تضع سقوف يجب أن تصل إليها القوائم التي سوف تخوض الانتخابات. الغاية من ذلك هو تهميش القوائم الصغيرة والاستحواذ من قبل الكتل الكبيرة. نحن شخص في كتلة الأحرار رفضنا هذا المنطلق وطالبنا بأن يكون هنالك نظام انتخابي عادل يمثل الجميع، لأننا ندرك جيدا بأن من مقومات النظام الانتخابي أو من أهداف النظام الانتخابي أن يكون هنالك أشمل تمثيل المجتمع، وأيضا أن يساهم هذا النظام في الاستقرار السياسي. نعم. ونحن ندرك جيدا بأن هنالك عزوف كبير في الانتخابات، وأننا نريد أن ندفع المواطن إلى الذهاب للانتخابات من خلال توسيع مشاركته وتوسيع تمثيله وإعطاء فسحة كاملة للتعبير عن رأيه. لكن بعض القوى السياسية أخاذت بعض المحددات التي تحاول أن تضعها في هذا القانون. من هذه القوى سيدي لو سمحت، من هذه القوى السياسية التي أشرت يعني إليها الآن؟ من هذه؟ يعني على 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 سبيل المثال هنالك بعض القوى السياسية كدولة القانون تبنت نظام هونديس المعتم. يعني تعتقد يعني دولة القانون هي ضد هذا القانون في سبيل يعني تبقى فترة طويلة في الحكم بحكومة تصريف أعمال؟ يعني أتمنى أن تدعين أكمل الفكرة حتى أتصل إلى المتلقي بصورة كاملة. تفضل. يعني أنا أقول بأن الأخوة في دولة القانون هم يتبنون نظام هونديت ونظام هونديت المعدل، وهذا النظام هونديت المعدل ذو طبيعة يعني سقف عالي لا يمكن للقوائم التي يمكن لها أن يكون نصيب في التمثيل أن تنافس القوائم الكبيرة. ونحن في كتلة الأحرار طالبنا باعتماد نظام التعزيز والمعدل 1.4 والذي يعطي فتحة كبيرة للقوائم الصغيرة أن تنافس أو القوائم الفردية أن تنافس الكتل الكبيرة أو القوائم الكبيرة حتى يمكن أن يكون هنالك تمثيل واسع في مجلس النواب، وأيضا نعمل على تخفيف الكتل الكبيرة والتي تستحوذ على السلطة وتستحوذ على جميع المناصب في مجلس النواب. نحن أيضا الأخوة في كتلة القانون قدموا يوم أمس مقترح خطي طالبنا أن يكون ذلك خطيا في أن القائمة التي لا تصل إلى 100,000 صوت في الدوائر الانتخابية تهمل هذه ولا تدخل في المنافسة، ونحن رفضنا ذلك لكنهم أصروا على أن يدخل ذلك بخيار. الأخوة الكرد طلبوا بأن يكون هنالك مقاعد تعويضية ما يقارب 75 مقعد تعويضي، وتوزع هذه المقاعد على نسبة المشاركة لأن لديهم مشاركة تصل إلى 80 أو 85%، بينما نسبة المشاركة في مناطق الوسطى والجنوبية والغربية تقل عن ذلك بسبب الظروف وبسبب سوء الخدمات وفقدان الثقة من قبل أزمة الثقة بين المواطن والناخب والمسؤول. لذلك نرى بأن هذه المحددات، لذلك من يتمنى نظام مقاعد التعويضية لأنه يدرك أنه لم يكن له نصيب أو قياداته لم يكن لها نصيب في التمثيل البرلماني إذا ما اعتمد رأي الناخب فقط، وبذلك يحاولون وضع هذا النظام وهذه المقاعد التعويضية لغرض أن يكون تمثيل رموزهم أو الذين يريدونهم أن يكونوا في الدورة المقبلة. لكن أكيد نحن هذا اليوم وأنا شخصياً دخلت في جلسة مجلس النواب وطالبت بأن يكون هنالك تصويت من قبل أعضاء مجلس النواب على أن يحدد سقف نهائي للتصويت على قانون الانتخابات، لأننا ندرك جيدا بأن قانون الانتخابات يجب أن يشرع، لأن النظام السياسي طيب على ذلك والنظام الديمقراطي يحتاج ذلك، والمفوضية تحتاج إلى وقت كافي لغرض
الاستعداد وتنهي الانتخابات وان عرقله وتعطيل هذا القانون سيؤدي الى عرقله الانتخابات وهذا ما تريده بعض. طيب وصلت الفكرة سيد مشرق، لو سمحت تبقى معنا تحول للدكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني اللي فهمته من كلام سيد مشرق أنه الكتل، هناك مواقف للكتل متضاربة في هذا الصدد، هناك قناعة من لدى كتلة الأحرار والمجلس الأعلى الإسلامي بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لكن الاختلاف عند دولة القانون تريد كسب المزيد من الوقت باتجاه تأخير القانون لكي لا يتسنى للمفوضية إجراء الانتخابات في موعدها المعين، وبالتالي تكون حكومة تصريف أعمال. كيف تقرأ يعني موقف الكتل السياسية من تصريحات السيد مشرق؟ خلي تحياتي للأستاذ مشرق. نعم. طبعا خلي نفش البسطة بس إرادة شوية وقت. أولا شوفي، الانتخابات مجالس محافظات أجريت بطريقة سانت ليغو، حتى المشاهد يعرف. نعم. سانت ليغو هذا إجراء تم اتخاذه بالنرويج في خمسينيات القرن الماضي، تم تعديل الحقيقة عندما تكون هنالك يعني توزيعة ديموغرافية في بلد في مشاكل، لجأوا إلى هذه الطريقة. الطريقة ببساطة أنه ليس هنالك قاسم انتخابي. يعني معروف الانتخابات أجريت بالعراق بالطريقة النسبية أو بإخراج القاسم الانتخابي، يعني سعر المقعد كما يعرف المشهد. هذه الطريقة لا، تأخذ الأصوات اللي تحصل عليها القائمة وتقسم على الأعداد الفردية الأود نمبر، يعني 1 3 5 7، ويستخرج من بالنتيجة أعلى الأرقام التي حصل عليها تعطى مقاعد. فلذلك لا يبقى هنا الصوت مثل ما قال أنه أصوات فائضة وتذهب. وبالتالي الكتل الصغيرة ممكن أن تحصل كما حصلت في طبعا هذا واجه انتقاد من دولة القانون بشكل مباشر، لأنه حقيقة اللي حصل مع دولة القانون أنه نزلت أصوات القائمة ككل، يعني 96 من أصل 126 كان قد حصلوا عام 2009. نعم. حصلوا على 96، وحزب الدعوة داخل دولة القانون أيضا خسره. راحت الأرجحية إلى الفضيلة وبدر تقريبا حصلوا على هذه المقاعد بالتساوي. بالنتيجة اعترض دولة القانون منذ البدء على هذا القانون وقال أنا لا أقبل أن تجرى الانتخابات بهذه الطريقة. هذا من جانب، لكن راد اعترضوا على طريقة القائمة المفتوحة، رادوها مغلقة. وقالوا دائرة واحدة. صار اعتراض من قبل التيار الصدري والمجلس أن الدائرة الواحدة مع كثرة تصويت الأكراد كما شهدنا في انتخاباتهم الأخيرة، طبعا على حساب انخفاض مستوى التصويت في مناطق الجنوب والفرات الأوسط والمناطق الغربية، سوف يرجح كفة الأكراد بأن يحصلوا على مقاعد جدا كبيرة. رفض هذا المقترح. الآن كثرة هذه المقترحات وكذا راح تنسجل، الآن قدم طريقة أخرى لاحتساب المقاعد اللي هي الهوندنت. الهوندنت طبعا هذا الدكتور بروفيسور هوندنت هو اللي أوجد هذا القانون. ببساطة هذا أنه يتم تقسيم أصوات القائمة على عدد سيري ديسيمال، يعني عدد عشري من 1 إلى 10، يعني مو فردي مثل ذيك. 1 2 3 4 هكذا. ايش راح يطلع عندنا؟ راح يطلع عندنا قاسم انتخابي يعتمد، وهنا الموضوع يمكن الاستاذ مشرق حتى يصير واضحه، يعتمد على كثره الكتل والتحالفات. اذا كثيره عندنا كتل وتحالفات راح ينزل القاسم الانتخابي. اذا قليله ايش راح يصير؟ راح يصعد القاسم الانتخابي. وبالتالي ماذا راح يحصل؟ راح تحصل الكتله الكبيره بكثره المشاركه يعني السياسيه الحزبيه راح تحصل على مقاعد اكبر. ايش قدموا مقترح حتى يتخلصون من هذه؟ قالوا خلينا نحط عامل وطني، القائمه اللي ما تعبره ما تدخل، اللي هو 2% كان المقترح، انه يخلون 2% اذا ما جبتي من كل التصويت، يعني خلينا نفترض 12 مليون شاركوا ذاك اليوم، 2% يعني 240 الف صوت، القائمه اللي ما تجيب 240 الف صوت ما تدخل بالحسبه، فبالتالي معناها بس الكبار. فلا هذه الامور الحقيقه المواطن يجوز ما يدري بيها، ولكن هي حقيقه انه اكو رغبه باتجاه اول مره، يا اما مثل ما انا قلت، يا اما نمر القانون مثل ما نريد أو نعطل القضية وما تمشي. ولذلك وصلنا إلى هذه النقطة. لذلك وصلوا الآن إلى اتفاق حسب ما يبدو أنه أليف باء جيم يطرح القانون على التصويت. وطبعا أليف باء جيم من يقول إياها الخيارات هي الأنسب، صحيح؟ صح. وإذا اتفقت القوى الكبيرة على دولة القانون والتحالف الكردستاني على ما يبدو متفقين ومتحدون يجوز معهم متفقين، فبالتالي راح يمر الخيار اللي يردوه. نعم. على حساب شنو؟ على حساب أن نصل إلى قانون انتخابات يعكس لنا الإرادة الحقيقية للمواطن العراقي ويكشف وجهة المجتمع العراقي إلى أين في هذه الانتخابات. دعني أن أتحول إلى السيد مشرق. سيد مشرق، يعني استمرار الإخفاق السياسي والأمني وزيادة الهجمات الإرهابية وحجم التدخل الخارجي يستدعي تغيير التركيبة السياسية الحالية، وهذه التركيبة لا تتغير إلا إذا تم من خلال إجراء انتخابات يعني بصورة أو نزيهة وشفافة. هنا سؤالي، ما هو رأيك بردة فعل الشارع العراقي في حال تأجيل الانتخابات؟
كان أكيد الكل مجمع ومتفق على أنه الوضع السياسي بإطاره العام والمجتمعي وسوء الخدمات والوضع الأمني يستدعي أن تكون هنالك انتخابات في موعدها، والدستور واضح وصريح بأنه تجري الانتخابات قبل 45 يوم من أول جلسة، وبما أن المحكمة الاتحادية حددت الجلسة الأولى ب 14 أو 15/6، وبذلك أنه يجب أن تكون هنالك مدة محددة قبل نهاية الدورة الانتخابية ب 45 يوم تجري الانتخابات. ونحن أصرينا في هذا القانون أن نحدد يوم محدد هو موعد أقصاه هو 5/2014 أن تجري الانتخابات حتى لا نقطع، لا يكون هنالك مجال للتأجيل أو ما ذلك وأن يتقيد بالقانون. أكيد الناخب العراقي هنالك عدة عوامل تؤثر على نفسيته وعلى عدم رغبته بالخروج للتصويت، منها سوء الخدمات والوضع الأمني، ولم يلمس شيء من الحكومة ولم يلمس شيء من المسؤولين، وبالتالي أنت إذا أردت أن تقنع هذا المواطن بالخروج لتغيير الواقع المساوي يجب أن تكون هنالك فسحة للتعبير عن رأيه. هنالك شهدنا مظاهرات وشهدنا أيضا الكثير من المطالبات في أن تكون هنالك انتخابات في موعدها المحدد، وأن تكون هنالك عملية شفافة وواضحة في النظام الانتخابي لاستقرار النظام السياسي. نحن نريد أن يكون هنالك استقرار في النظام السياسي، وبالتالي نرى بأن هذه استخدام الديمقراطية وإجراء الانتخابات في موعدها سيؤدي إلى استقرار النظام السياسي، لأن أكيد ستكون هنالك اتفاقات جديدة وسيكون هنالك توافق جديد على مناصب وعلى رئاسات، وسيكون هناك تبديل في الكثير من المناصب، وبالتالي يمكن أن يعطي طمأنة للشارع وللكتل السياسي ويساهم ذلك في الاستقرار المجتمعي والاستقرار الأمني. أنا بس فقط أردت أن أعقب على ما تفضل به الأستاذ أحمد بأن بعض الكتل الخاصة بالدولة لا يريدون فقط هونديس، إنما يريدون طريقة جديدة أطلقوا عليها الهور كود والهونديس المعدل، وفيها بعض التعقيدات، وأيضا كما تفضل بأنه لا يعطي مجال للقوائم الصغيرة بالمنافسة وإنما يريد فقط الاستعواض. نحن والمجلس الأعلى والفضيلة مصرون على أن يكون نظام سافيجو هو المطبق، لكن فقط الاختلاف نحن نريد 1.4 والأخوة في المجلس الأعلى يريد 1.9، ويمكن أن يحصل تقارب فيما بيننا وبينهم باختيار أفضل الطرق لغرض فتح أكبر مساحة للمواطن بالتعبير عن رأيه ولوصول من يريد أن إيصالهم إلى مجلس النواب. وأيضا هنالك بعض المخاوف والشكوك صراحة فيما يخص التصويت الخاص. نحن طلبنا يوم أمس في اجتماعنا مع المفوضية أن يكون هنالك محددات التصويت الخاص، هنالك ما يقارب أكثر من 800,000 مصوت من التصويت الخاص، وبالتالي يمكن أن يغير معادلة كبيرة هذه التصويتات. ونحن شاهدنا في الانتخابات مجالس المحافظة مدى التأثير من قبل القيادات الأجهزة الأمنية على المنتسبين في أن يكون هنالك تأثير عليهم بالترشيح أو للتصويت باتجاه قائمة معينة. طلبنا من المفوضية إمكانية أن يكون التصويت الخاص في نفس يوم الاختراع العام، قالوا بأن ذلك من الصعوبة، وبالتالي وصلنا إلى نتيجة أن يتم التصويت الخاص قبل 48 يوما، وهو ما يسمى التصويت المشروط وفق آلية معينة لغرض الحد من عمليات التسجيل. لكن أنا أريد أن أركز على نقطة مهمة، هذه النقطة المهمة في أن هناك من يحاول العودة إلى أنه يمكن أن نعود إلى القانون القديم، رغم أنه يعني المحكمة الاتحادية أصدرت قرار نقضت هذا القانون وبإمكاننا. طيب يعني لو سامحك سيد مشرق لو ذلك الواقع في سبيل تأخير عملية التصويت على الانتخابات، لأن يعني ذلك يحتاج إلى قراءة. طيب يعني هناك لو سمحت لي سيد مشرق، يعني وصلت الفكرة التي أردت أن توصلها لنا. هناك سيد مشرق لو سمحت، هناك من يؤكد وجود خلاف بشأن قانون الانتخابات، طبعا ليس داخل الكتل السياسية فقط بل حتى داخل التحالف الوطني الحاكم وهو الكتلة البرلمانية والسياسية الأكبر في البرلمان الحالي بواقع طبعا 159 مقعد نيابي. يعني هنا سؤالي، هل تعتقد بأن السياسيين قادرين اليوم إلى التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات؟ متى سوف يتفقون بشأن هذا القانون؟ متى يقال؟ يعني أنا متفائل في أن تفرض إرادات الكتل السياسية التي ترى ضرورة إفراز هذا القانون
على اقراره وان هنالك اصرار كبير حتى من قبل بعض يعني من قبل كثير من النواب مجلس اعضاء مجلس النواب حتى بخلاف رغبات كتلهم لانهم يريدون الاسراع باقرار هذا القانون، يريدون ان تجرى الانتخابات في موعدها المحدد واعتقد في موعدها يعني من كتل سياسيه كبيره ومؤثره في العمليه الانتخابيه في اقرار هذا القانون، لانها تدرك جيدا بان هذا القانون واقراره والتصويت عليه سوف يؤدي الى طمأنه الكثير من الكتل السياسي والشارع في ان الانتخابات ستجري في موعدها. يعني السيد مشرق لو سمحت لي أتوجه إلى الدكتور أحمد، يعني هناك إشارة إلى أنه يجب أن يعني يحدد هذا القانون في فترة زمنية، يعني فيما لو يعني لم يقر هذا القانون وهو ما تصبو له دولة القانون في سبيل تأخذ حكومة تصريف الأعمال، حكومة تصريف الأعمال لو جرت هذه المرة ما هي تداعياتها وخطورتها على الموقف العراقي، وخاصة نحن نشهد الآن يعني تدهور أمني كثير، نشهد ردة فعل الشارع العراقي يعني ليس باتجاه الإيجابي للسياسيين العراقيين. شوفي الحروب الأهلية بالبلاد ما تحصل بس فقط لأسباب طائفية كما يروج البعض. منطق مثالين، يعني بالجزائر ألغيت نتائج الانتخابات، أجريت الانتخابات ثم ألغيت النتائج. طيب 15 سنة حرب أهلية. في دول كثيرة في 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 أفريقيا وما شابه ذلك، الدول اللي تكون دائما عادة هشة تحصل فيها صراعات، أيضا تأجيل الانتخابات قد يدفع الأمور باتجاه خطير، وهذا هو الذي نحذر منه، لأنه الآن أكو في رفض شعبي لكل الواقع السياسي طبعا، وتحديدا في كتل داخل البرلمان مثل الأحرار وزعماء مثل السيد مقتدى الصدر، السيد الحكيم اللي هم يمثلون جزء أساسي من التحالف الوطني، ورفضهم واضح لما يحصل حقيقة، واضح ما يحتاج له يعني مجاملة. هذا الموضوع الحقيقة يجرنا إلى أنه هذول لهم قواعد شعبية طبعا، بالتالي ينتظرون التغيير من خلال صندوق الاقتراعات. عندما تحكمي وتخنق العملية السياسية نتيجة عدم قدرة التمرير على قانون يحكم الوضع البلاد ويغير الخطة السياسية لتحقيق رغبات أفراد معينين، لأنهم فشلوا طول هذه المدة لم يستطيعوا أن يقدموا شيء، وبالتالي يلوون عنق العملية السياسية والوضع السياسي أما تعطيني هذا أو لن تمر العملية. هذه هي الخطورة، هذه سوف تدفع قطاعات واسعة من أبناء الشعب العراقي الحقيقة أن لا تلتفت إلى قياداتها السياسية وتذهب بطريق آخر، والذي لا يعتقد بذلك لا يعرف الشعب العراقي جيدا، والذي يراهن على الطائفية والضربات الطائفية المتبادلة أيضا لا يعرف الشعب العراقي، كما لا يعرف حتى الأكراد ولا يعرف حتى العرب. أنا لست باتجاه تنظير غير محسوس، أنا أعرف أنه الموت عندما يكون هو الخيار الأخير للإنسان كما فعلت إسرائيل مع حماس، أما أنت فلسطينيين أما أن تموت أو تموت تحولوا إلى الاستشهاديين الفلسطينيين. نعم. الإنسان العراقي هكذا ذهب بهذا الطريق، أنت أما أن تبقى في البيت وتموت أو تخرج إلى الشارع وتموت. وتموت. فماذا يفعل؟ سوف يخرج للشارع ويموت. وهذه الحقيقة الأخوة في غي ماذا يستوعبون العملية؟ 30 مليون عراقي يتحكم بهم 10 أشخاص، وبالتالي لا يمر القانون إلا وفق الهوى. أين الإرادة السياسية التي يجب أن تكون حاضرة هنا وأن نفضل مصلحة الوطن والعراق على كل شيء ونعطي؟ هذه مشكلة. ذكر في بادئ الأمر أنه لا أحد يعني يفضل مصلحة المواطن على مصلحة السياسي، كل السياسيين يعني يذهبون إلى تقديم مصلحتهم على المواطن. أنا أقول في قوة وطنية الحقيقة موجودة في العراق وفي البرلمان موجودة، ولكن الوضع العام غير منسجم وبالتالي لا تستطيع أن تعبر. يعني ماذا تفعل؟ مثلا كتلة الأحرار 40، المجلس الأحلى تقريبا 20، 60 ما يستطيع مرور القانون، يراد أنه جماعة متحدون يمرون وياهم صح لهم صح. نعم. بقسم من العراقية مع دكتور رياض علاوي. يعني قصدي أنت بعدين تجيني لعبة الأرقام لعبة الأرقام مهمة بالفعل. الكتلتين الكبرى اللي هي دولة القانون والعراقية 180 مقعد. نعم. ها؟ إذا العراقية منقسمة ودولة القانون متماسكة قرارها واحد، فبالتالي لا يمكن أن يمر قانون، والتحالف الكردستاني يشتغل على التوافق. دعني أنتقل مرة أخرى للسيد مشرق. سيد مشرق، يعني هل تأجيل الانتخابات سيؤدي إلى انعدام الثقة الكاملة بين أبناء الشعب وكل مكونات العملية السياسية باعتقادك؟ هل ستعطي فرصة لانعدام الالتزام بالقانون من قبل الجميع، وبالتالي طبعا انعدام المشاركة الشعبية في الانتخابات؟ يعني أكيد نحن نؤمن تماماً بأنه أي تأجيل للانتخابات فمن وراء ذلك أن تتحول الحكومة إلى تصريف أعمال وتستحوذ
على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتالي تتخذ القرارات بما تشاء. كذلك له تبعات خطيرة أولا على الداخل العراقي وعلى أيضا الوضع الدولي، باعتبار العراق تبع النموذج الديمقراطي وعليه أن يلتزم بالنموذج الديمقراطي، ذلك ستهتز صورة العراق أمام المنظمات الدولية وأمام المحافل الدولية في أن العراق تحول من نظام استبدادي شمول الدكتاتور إلى نظام ديمقراطي، وبالتالي المحافظة على هذا النظام ضرورة ملحة يجب أن يلتزم بها الجميع. صح أن هنالك تعثرات في العملية الديمقراطية، لكن هذه الوسيلة الأنجح في تغيير الحكومات وفي تغيير الإرادات من خلال صناديق الاختراع وليس من خلال الانقلابات، وبالتالي نحن نحذر من أي خطوة باتجاه تأجيل الانتخابات، ونحن صراحة لم نسمح بتأجيل الانتخابات أو تأجيل موعدها، وإنما سنركز ونصر على أن يكون هنالك تصويت على قانون الانتخابات ويكون هنالك انتخابات في موعدها. نعم. برغم كل المؤثرات وبرغم كل الظروف، وهنالك أنا أطمئنك بأن هنالك الكثير من الكتل السياسية تشعر بهذا الهم الوطني وتشعر بأن البلد في حالة ضياع وفي فوضى وفي مأزق حقيقي، ويجب أن يكون هنالك انتخابات قريبة في موعدها يمكن أن تغير الواقع المستولي الذي تعيشه. طيب دعني أنتقل سيد مشرق إلى الدكتور أحمد. دكتور أحمد، ذكرت قبل قليل موضوع التحالف الكردستاني، تعتقد بأن هناك مخاوف لدى التحالف الكردستاني من عدم اتفاق الكتل السياسية على تعديل قانون الانتخابات وبالتالي تأجيلها، ما أن التحالف الكردستاني مع تأجيل الانتخابات لمصلحته الخاصة؟ وبالنسبة للتأجيل، عدم التأجيل، التحالف الكردستاني قبل حادث أمس ما يهمه، يعني كثيرا ما يهمه الحقيقة. في مشكلة ثانية، التحالف الكردستاني أصلا عنده انقسام داخلي ظهر بنتائج الانتخابات، يعني القوة الأساسية التي كانت تناظر البارتي اللي هو يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني اللي هو الاتحاد الوطني وباين وضعه بتراجع، ولذلك هو طلع الثالث ولم يحصل على شيء كبير منه، وهذا في داخل انتخابات إقليم كردستان. كذلك قوة التغيير تقدمت كثيرا وهي قوة شبابية تطلعية إلى آخره، والقوة الإسلامية حافظت على وجودها. هذا الحقيقة يدفع التحالف الكردستاني إلى أنه عنده قضية وجوده في بغداد لا يمثل أحزاب، يمثل قضية كردية، ولذلك طبعا ولذلك ومن هنا ينطلق باتجاه أن يريد قانون انتخابات يحقق هذا الوحدة الكردية، لا يسهم في التجزئة الكردية. يعني إذا بسانت ليغو حصل على سبيل المثال، فالأكراد ما يخدمهم لأنه قواهم راح تنزل منفردة، كما حصل بالتحالف الوطني عندما نزلوا كل كتلة في انتخاب مجالس المحافظات. نعم. وسوف ينزلوا أيضا، يعني الأحرار والمواطن ودولة القانون القوى الأساسية. سواء بهذا القانون أو غيره ما راح يتحالفون طبعا. كذلك حتى يعني التحالف الكردستاني لن يبقى، لذلك يحاولوا أن يضغطوا بقضية القائمة الواحدة. نعم. هذه مسألة، أو يضغطوا بالقائمة المغلقة. طبعا القوى اللي تريد القائمة المغلقة ماذا تريد؟ تريد تعيد بالوضع إلى 2005، يعني قائمة مغلقة المواطن ما يعرف منو بيها ورموز والتصويت يصير، وبالتالي راح يكون استفتاء طائفي، شيعي للشيعي، سني للسني، الكردي للكردي، وترجع الزعامات الطائفية هي المسيطرة. هذا الموضوع انتهى، هذا لا يمكن. بقى موضوع امرار القانون بالكيفية اللي تريد القوة المدافعة الحقيقة عن مصلحة المواطن. نعم. هل يستطيعوا، هل يتمكنوا من امرار هذا القانون بهذه الطريقة؟ انا اعتقد عليهم ان يقاتلوا، هذه مسؤولية تاريخية، يقاتلوا داخل البرلمان لامرار القانون، يعتصموا البرلمانيين حقيقة. ثم بما يتعلق نقطة حتى ما انساها مهمة، بما يتعلق بالتصويت الخاص، هنالك كان توجه بإلغاء هذا التصويت. أو أنا أقدم مقترح لهم، أنتوا لماذا تجعلوه قبل الانتخابات؟ اجعلوه بعد يوم. هذا لماذا قبل الانتخابات؟ لا اجعلوه بعد يوم، بعد يوم من الانتخابات، حتى القوة تكون متفرغة يوم أو يومين، تكون متفرغة من الانتخابات. مو يقول القوة الأمنية مجموعة. ما الغرض في جعلها قبل الانتخابات؟ تأثير نوعي، لأن أنت عندما تعرف الناس أنه في القائمة الفلانية حصلت كذا نسبة من لذلك هم قربوا جيد حتى لا تظهر، ممكن يجعلوا أسبوع، هذا يؤثر في ذهنية الناخب. نعم. الناخب راح يعرف يقول لك طيب خلاص هاي حصلوا بالتصويت الخاص هالقد نسبة، فبالتأكيد الأفضل أن يحصل العكس، أنه نجري الانتخابات العامة وبعد يومين نسوي التصويت الخاص. هذا ما حد يعني يجب أن يناقش، وليس به تأثير، بالعكس. طيب يعني دكتور لو سمحت، غياب رئيس الجمهورية في هذه المترة، يعني الكل معرف أنه غياب رئيس الجمهورية لمدة شهر، كل القرارات بعد رئيس الجمهورية تعتبر باطلة، لازلنا إحنا أكثر كم 7 أشهر أم 8 أشهر يعني غياب رئيس الجمهورية وعدم تعيين رئيس بدلة، يعني خضير الخزاعي يمكن يأخذ شهر فقط، يعني يبت بالإجراءات في حال إعلان غيابه. طيب. يعني عفوا، من تعلين غياب الرئيس، يعني عندما يعلن غياب رئيس الجمهورية وفقا للدستور يأتي النائب لمدة شهر، وبالتالي بعد خلال الشهر يجب انتخاب الرئيس. هنالك خوف الحقيقة، هنالك خوف من أنه الرئيس القادم
يتمتع بنفس صلاحيات الرئيس السابق حتى باستطاعته يكلف رئيس وزراء. هذا واحد جانب في نقاش هذا. جانب ثاني انه شرعيه الحكومه هذه خلال هالثمان اشهر طبعا شرعيه الحكومه طبعا شرعيه الحكومه تكون منقوصه انا ومؤكد مثلومه وبالتالي ترك الامر. الثالث والاخطر من ذلك اذا استمر هذا الوضع دون تعيين مع اجراء الانتخابات من الذي سوف يدعو البرلمان القادم؟ الدستور يقول الرئيس يعني الرئيس الحالي هو الذي يدعو البرلمان الجديد. اذا ماكو رئيس اذا ماكو رئيس شلون من الذي يدعو؟ اذا الوضعيه شلون تصير؟ تبقى معلقه حتى نتائج الانتخابات تهمل طبعا وهذه خطره. لذلك هاي مسائل حقيقه يجب ان تعالج. يعني احنا عندنا اكثر من مشكله ومطب لان هذه ممكن ان تترك للاخر الاستفاده منها والتحرك من خلالها. هذه المسائل حقيقه نتيجه هذه الفوضى السياسيه والتفجيرات وما اعرف ايش والطائفيه طبعا ضيعت الجزئيات اللي هي مهمه. اكو قضيه بعد اخطر وهي اللي هي رئيس البرلمان رئيس السن. رئيس السن الدستور العراقي ينص اي صلاحيه ما عنده. في الدوره السابقه فؤاد معصوم بعد ان تنحى الاستاذ حسن العلوي يعني اعتذر عفوا لاسباب مرضيه اصبح فؤاد معصوم رئيس السن صح ولا مو صح؟ فؤاد معصوم هو الذي استلم كتاب تشكيل التحالف الوطني الكتله الاكبر وهذا لا يجوز لانه رئيس السن كل دوره يدعو فقط لافتتاح الجلسه وانتخاب رئيس البرلمان الدائمي وهذا ايضا سوف تكرر في هذه جزئيات واختراقات قانونيه كبيره الحقيقه. عندما نتحدث مع السياسيين لا يهتموا بها يهتموا في يعني للاسف في مسائل عامه ولكن الجزئيات في العمل السياسي هي الاخطر وهي المهمه. لذلك احنا نشد على يد الاخوان يعني اللي يعني يشدون على قضيه اقرار القانون ولكن القانون مو بس نقره يجب ان يكون قانون وافي وشافي وافي. اما قانون المشي به لا ما يجوز هذه 4 سنوات وقد تصل 40 سنة لا احد يدري لا احد يعلم. اتحول الى سيد مشرق. سيد مشرق يعني بحسب خبراء قانون ومختصين ان النظام الانتخابي في العراق يواجه تحديات كبيره تتعلق بالسيطره على تمويل الحملات الانتخابيه والاحزاب المشاركه فيها وانه طبعا لا يمثل اراده الشعب الكافيه. وايضا رجحوا تدني مستوى المشاركه الجماهيريه في الانتخابات المقبله. ما هو رايك او كيف تعلق على هذا الموضوع؟ يعني اذا سمحتي لي فقط اوضح كلمه قالها الاستاذ احمد ومن ثم اعود الى هذا السؤال. ذكر الاستاذ احمد نعم التحالف الكردستاني ليس فقط محصور بالحزبين الكبيرين وانما هنالك في نفس التحالف الكردستاني في الاخوه الكرد الصغير عارضوا مساله المقاعد الانتخابيه المقاعد التعويضيه وايضا عارضوا مساله الدائره المغلقه والقائمه المغلقه والدائره الواحده. مسألة الدوائر المتعددة والقائمة نفسها هذا أمر حسم يعني الآن سيتبنى موضوع الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة هذا أمر لم نسمح بمناقشته وتقريبا الأمر حسم على أنه الانتخابات تجري وفق النظام الدوائر المتعددة العراق 18 دائرة انتخابية وأيضا وفق نظام القائمة المفتوحة. أيضا تطرقت إلى الدعاية الانتخابية ان كل نظام سياسي هنالك ما يقارب 3 أضلاع جوهر النظام السياسي في اي دوله وهو قانون الاحزاب وقانون الانتخابات والنفوذ العليا والتقرير الانتخابات. للاسف قانون الاحزاب عامل مهم ورئيسي كنا نحتاجه في سبيل السيطره على الاحزاب وتنظيمها وايضا معرفه موارد تمويلها وكيفيه اليات صرفها. قانون الاحزاب منذ سنه ونصف تقريبا نحن في اللجنه القانونيه عكفنا على انهاء هذا القانون وايضا من خلال التشاور مع منظمات دوليه وايضا ورش عمل كثير مع حقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وحتى سفراء دول ومع حقوقيين ومع مجلس شؤون الدوله كان هنالك قانون ناضج نحن نعتبره. كان هذا اليوم اصرار على ان يتم قراءته والتصويت عليه لكن ايضا اعترض الاخوه في دور القانون الممثل الحكومه وقال نحن لن نطلع على التغييرات مع العلم انه مشروع اتى من الحكومه وكان ممثل الحكومه موجود في اللجنه القانونيه يتابع عمليات المناقشه والتعديل والحدث وبالتالي ايضا غياب قانون الاحزاب يؤثر تاثير كبير على كبير على النظام السياسي العراقي. ايضا غياب رئيس الجمهوريه باعتباره الحامل للدستور وهذا الغياب لا يعتبر هل هو خلو ام هو اجازه. نحن ايضا نعاني من هذا الامر وخاصه ان الادعاء العام رسميا طلب التحقق من هذا الامر. رئيس المجلس النواب طلب ان يذهب بزياره لمعرفه الى رئيس الجمهوريه لمعرفه حالته الصحيه واطلاع النواب على حالته لغرض بيان حقيقه الامر الا ان لم يعطى حتى
عنوان رجمه لي رئيس مجلس النواب او معرفه عنواني مثل حالتي، وبالتالي هذه الفوضى السياسيه التي عبر عنها الدكتور مثال حسين تجعلنا في حرج شديد في النظام السياسي ووضع مربك. لكن اكيد كل نظام يحتاج الى كل نظام سياسي ديمقراطي يعني يحتاج الى الكثير من الوقت لغرض انضاجي، خاصه اذا ما كان هنالك نحن نركز على وعي الناخب ووعي المجتمع ووعي منظمات المجتمع المدني ووعي القوى الكفاءات والمثقفين من خلال توعيه النخب وتوعيه الشارع في ان هذا النظام يجب المحافظه عليه، ويجب ان يكون الصوت هو المؤثر في التغيير، ويجب ان يكون الشعب هو اساس السلطات وهو مصدر السلطات. وبالتالي في حال افهام الشعب العراقي وافهام الناخب لان صوته هو الذي يمكن ان يغير معادله باكمله وعليه ان يكون مؤتمن على صوته، سوف يكون هنالك حقيقه تغيير كبير وجوهري في موازين القوى وفي حجم القسم. اتحول الى الدكتور الابيض. الدكتور الابيض يعني مساعده وزير الدفاع الامريكي لشؤون السياسه ميشيل فلورنوي قالت ان الولايات المتحده تمارس ضغوط على بغداد حتى لا يتم تاجيل الانتخابات المقبله ولا يتم يعني اجراءها في موعد محدد. كيف تقرا تاثير الموقف الامريكي من تاجيل الانتخابات في العراق؟ يعني الامريكان عندهم كثير من وسائل الضغط، بس حتى نعرف طبيعه السياسه الامريكيه هنالك ثلاث دوائر اساسيه في امريكا الحقيقه اللي هي ترسم تحكم كذا القرار الامريكي، اللي هي الكونغرس، بنتاغون، خارجيه. نعم، هذا اللي ما يعرف بالاداره الامريكيه اللي ظاهر للناس. طبعا اكو قضايا اخرى ما نريد نتحدث بها لان احنا بالجو ويجب ان نكون محكمين في الاشياء اللي نعطيها. هذه الدوائر الثلاثة طبعا الكونغرس مع استمرار الديمقراطية في العراق باعتباره هو كونغرس يعني، وأن تجرى الانتخابات في حينها. الإدارة يعني البنتاغون الحقيقة يهمه ما يحصل في العراق وتداعي ذلك على الوضع الأمني الأمريكي. الخارجية الحقيقة يهمها أن تستمر مصالح أمريكا مع العراق وفقا للمشروع اللي هم سووه بعد احتلال العراق. اليوم مو فقط الحقيقة البنتاغون، لا بل حتى الخارجية والأنباء تسربت أنه هم في شديدين اللهجة الحقيقة مع قضية تأجيل الانتخابات. وبالتالي تقولي لي ماذا أمريكا تستطيع أن تفعل؟ لا تفعل أمريكا، لأنه الأموال العراقية لا زالت، وتحدثنا في ذلك موضوع الفصل السابع والبند السابع، العراق هو الذي طلب حماية أموال العراق، إضافة لأنه الأمريكا لهم أصدقاء في المنطقة، إضافة إلى قضية مبيعات النفط كثير كثير، يستطيع أن يسقط أي حكومة أمريكا في العالم بهذا الإجراء، بالإجراء الاقتصادي طبعا. إذا استمر الأمر بهذا الطريق ماذا تفعل امريكا؟ وامريكا ممكن هذه قضيه التفجيرات والمجازر اللي تحصل يوميا امريكا هي اللي تدولها ايضا. وطبعا بطلب منها الى مجلس الامن تستطيع انه هذه، اي طرف عراقي يقدم طلب الان الى مجلس الامن انه هذه مجازر ترتكب بحق الشعب العراقي كما تحصل مثلا في سوريا ودول اخرى. تدخل القضيه في اطار دولي. كثير 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 يعني دهاليز امريكا والسياسه. ولكن بعض الاخوه السياسيين لا يقرؤون هكذا، هم عمليا فعلا يشخط اليوم يضرب كروس عدى اليوم مش الباكر. لكن قضية الانتخابات يجب أن لا تفرضها أمريكا علينا، يجب نحن أن نفرضها الشعب العراقي. إذا كنا مؤمنين بأن الانتخابات سوف تأتي بالجديد، أما أن تعيد إنتاج الماضي وبصيغ وطرق أخرى لا، خلها من عندنا بصراحة. طيب أنت كشاهد على العملية كيف لك الصورة الآن؟ في تغيير وفي هبوط لقوة وشخصيات سياسية، وهذا مؤكد هو العامل الذي يقف خلف عدم يعني أن تجرى الانتخابات في حينها. محاولة كسب الوقت، محاولة جعل الصفقات في حقيقة ليس لشخص معين دون آخر، يعني مو قضية شخصية. أكو استياء شعبي في كل أوساط العراق، حتى الأكراد بين عندهم أنه أكو استياء. ماكو واحد مقتنع، لأن هي الديمقراطية هكذا، تغيير وجوه، تبديل، تأتي بالأحسن، تنجز، تقدم، يتم اختيارك، لكن مو مثل ما يقول فور ايفر، مو على مدى على طول الخط، دورة دورتين بالكثير ثلاثة. أطول واحد بعد طول هذه الدورة دورتين ثلاثة حتى يتغير الخارطة السياسية بالعراق؟ لا، إذا ما تغير ما يتغير ينتهي الوضع في العراق للأسف، يعني سوف ينتهي يعني إلى مأساة كبرى. هذا اللي طبعا يريد. لا هذا مو مؤشر يعني متشاؤمي، لأنه الآن في رفض في المنطقة الغربية. لنفترض اذا عدت نفس انتاج نفس الطبقه السياسيه ونفس الحكومه، ما يكون نفس الحكومه، هناك اقرار من المحكمه الاتحاديه على ترشح السيد المالكي لولايه ثالثه. القصه مو بس يعني عن السيد المالكي، هذا لا، اكو محاوله لانتاج نفس الزعامات السياسيه. هو هذا هذا انتاج نفس الزعامات اللي يعني كثير منهم الحقيقه الان اكو عليه اكثر من علامه استفهام في قضيه انجازه للبلد. وبالتالي ايضا اهل الجنوب سوف لن يرضوا بالحقيقه بان يبقى الوضع على هذا الشيء. والأكراد هم أصلا في عملية انسلاخ من الوضع العراقي، وفيهم
لذلك أقول لا يتخيل أحد أنه العراق سوف يبقى موحدا بالشكل الهش الحالي، وبالتالي طيب. عدم إجراء الانتخابات في حينها وبطريقة تغير الواقع السياسي سوف تكون مأساة. الدكتور الأبيض، سؤال أخير إلى سيد مشرق. سيد مشرق، أعلان أول تحالف نسوي مستقل في محافظة الديوانية عن نيته خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ككيان مستقل منفتح على الكتل والأحزاب، باعتقادك كيف سيكون رد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على هذا الكيان؟ أكيد من حق كل كيان أن يفوز في الانتخابات وأن يجد في نفسه القدرة والقابلية على تمثيل الناخبين والمواطنين، وبالتالي هذا يدفع إلى صوت المواطن ومدى حصوله على الأصوات الكافية لتأهله وترشحه لمن سموه، وبالتالي نحن نشجع كل الكفاءات ونشجع كل من يجد في نفسه القدرة والقابلية على تمثيل الشعب العراقي، لأن هذه المسألة هي مسألة وطنية ومسألة حساسة على الذين بمقدورهم التصدي لكل المفاهيم المنحرفة التي أتت بها السياسات الماضية، عليهم أن يتصدوا لهذا الواقع، ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين كما قلت لهم الدور الأكبر في توعية الناخب وفي توعية الشعب العراقي، وأيضا في إيصال من هم يستحقون أن يكونوا عونا للشعب العراقي واستطاعتهم أن يغيروا من الواقع السياسي الذي يمكن أن يكون في حال تغييري وفي حال تعسلي يمكن أن ينعكس بظلاله على تحسن الواقع المجتمعي. طيب، شكر جزيل لعضو اللجنة القانونية في مجلس النواب السيد مشرق ناجي لانضمامه معنا عبر الهاتف في هذه التغطية الخاصة، وأيضا أشكر ضيفي في الاستوديو الباحث والمحلل السياسي الدكتور أحمد الأبيض لحضورك معنا في استوديو هذه التغطية. شكرا جزيلا، وأشكر متابعتكم لي، وإلى أن نلتقي معكم مرة أخرى تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.